السلف كانوا في غاية الحرص على أن تكون عباداتهم خالصة. ولعلنا نتكلم عن هذا من جانبين، الجانب الأول وهو عموم العبادة، والجانب الثاني عن رمضان والعشر الأواخر والموسم هذا، مواسم الطاعات عموما. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو صحابي جليل حدث يوما أصحابه عن قصة غزوة ذات الرقاع، وكيف أنهم كان أنهم ستة يتعاقبون على البعير، وأنه تقطعت أظافره وأرجلهم حتى أنهم يعني كانوا يلفون على أرجلهم الخرق، فسميت الغزوة ذات الرقاع. يقول أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم ذكر ذلك فقال: ما كنت أصنع أن أذكر هذا الحديث، كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه. يعني هو يحدث وهو في مقام وجوب التحديث، فهو أراد أن يحدث بحديث ويحكي عن قصة غزوة ذات الرقاع. هو سيحكي للناس عمل في غاية العظمة، أنهم خرجوا لله عز وجل مجاهدين في سبيله حتى تقطعت وسقطت أظافرهم وتشققت رجولهم وكانوا يلفون الخرق. هذه عبادة، من اغبرت قدماه يوما في سبيل الله يعني له أجر عظيم. فكره أن يحدث بهذا الحديث، ليس من كراهة لتبليغ العلم، وإنما خشي أن يدخل فيه شيء من هذه إيش؟ من هذه الشوائب. عن محمد بن واسع يقول: أنه أدركت رجالا كان الرجل رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته، لأنه البكاء من خشية الله عبادة. فهو مع أنه بجانب امرأته ومع ذلك يعني ما شعرت امرأته بهذه العبادة. وعن سفيان بن عيينة قال رجل من العلماء: اثنتان أنا أعالجهما منذ 30 سنة، ترك الطمع فيما بيني وبين الناس وإخلاص العمل لله عز وجل. يعني موضوع في 30 سنة وهو يعالج نفسه. وعن بعض السلف أنه كان يقول: كان الرجل يقرأ 20 سنة يقرأ القرآن، طبعا كانت بيوته متلاصقة، قال: يقرأ الرجل 20 سنة القرآن لا يشعر به جيرانه، 20 سنة يقوم الليل. والشافعي رحمه الله، والله هذا يعني من حال مع الإخلاص حال عظيم. الشافعي رحمه الله تعالى ممن ينقل عنه العلم الآن، وهو حجة من حجج الله عز وجل في هذه الأرض، يقول: وددت أن الخلق يتعلمون هذا العلم ولا ينسب إلي منه شيء. الآن كم ننسب العلم للشافعي، فبورك له بهذا العلم. وصدق نيتي، قال الشافعي، مذهب الشافعي، مذهب الإمام الشافعي، رواية عن الشافعي، وجه عند الإمام الشافعي، إلى غير ذلك. طيب، وهو يقول هذا العلم كله يتمنى أنه لا ينسب إليه منه شيء. وكان أيوب السختياني يقوم الليل ثم إذا جاء الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة، يعني حتى أحيانا يواري ويمثل أنه لم يقم الليل. وعن الأعمش كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي، فإذا دخل الداخل نام على فراشه من شدة حرصهم على إخفاء العمل. الله يرزقني يا رب حسن النية وصدقه يا رب العالمين. يعني نعم، ولذلك حالهم كان حال عظيم حقيقة في مسألة إخلاص النية لله عز وجل، ولهم مقولات كثيرة جدا، وهو حقيقة مقام. يعني حتى أنا سبحان الله مما لاحظته، يعني يمكن كنا مع أبو هشام السنة الماضية نصور البرنامج وكانوا لنا عابدين. نعم. فكنت يعني أقرأ في تراجم، وحنا كنا نخرج يعني نحتاج أننا نبحث عن جوانب العبادة. فكنت أقرأ في تراجمهم، فأحيانا كبار السلف ممن عرف عنه العبادة، وتجد أن العلماء وصفوه بالعبادة، لا تجد لهم ذكر لمواقف. يعني كان مثلا يقوم كذا من الليل، يقرأ كذا من القرآن. سبحان الله. طيب. لأنه لا يريد. لأنهم كانوا حريصين على إيش؟ إخفائي. على الإخلاص. طبعا من العباد المشهورين الفضيل بن عياض، لو تقرأ سيرته عند أكثر أهل العلم تجد أكثرها مقولات تنقل عنه. ولذلك الذي وقع في روعي أنه ما نقلت عبادته وتعبده لشدة إخلاصه رحمه الله تعالى.